السلام عليكم مشاهدينا أينما كنتم، نلتقيكم بحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حماة العراق، ابقوا معنا. استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتخويل قطعات الجيش لمساعدة في معالجة وباء كورونا المستجد، ترأس السيد رئيس أركان الجيش المؤتمر الاستثنائي الخاص بحضور معاونه للعمليات وقائد عمليات بغداد وعدد من ضباط هيئة الركن. بناء على ما جاء بمقررات المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 24 من شهر آذار الجاري، واستنادا إلى توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم بتخويل قطاعات الجيش للمساعدة في معالجة وباء كورونا المستجد، نسبنا ما يلي: تخصيص عدد من أفواج الجيش لتعزيز إجراءات حظر التجوال ومساندة قوات الشرطة وإرسالها بالسرعة الممكنة. تخويل السيد معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الاتصال بالمحافظين وقادة الشرطة. تخصيص مبالغ مالية ضمن صلاحية السيد وزير الدفاع المحترم لمديرية المطابع العسكرية لأغراض طبع البوسترات والإرشادات الطبية وعمل المنشورات التوعوية ورميها بواسطة طائرات القوة الجوية وطيران الجيش. تخصيص مبالغ مالية إلى مديرية الأمور الطبية من صندوق الضمان الصحي بصلاحية السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم لشراء مستلزمات التطهير والتعقيم. تسيير الدوريات في عموم المحافظات لنشر الوعي الصحي بين المواطنين عن طريق مكبرات الصوت والتعريف بمخاطر هذا الوباء. قيام القيادات ضمن قواطع المسؤولية بالمشاركة مع كوادر وزارة الصحة بتعفير المحلات كلا ضمن قاطع المسؤولية. تغلق كافة المناطق المصابة بالفيروس بالكامل ولا يسمح بالخروج منها، وتتخذ الإجراءات اللازمة كلا حسب مسؤوليته. قيام مديرية الأمور الطبية العسكرية بإرسال الأطباء والممرضين من موارد وزارة الدفاع إلى مستشفيات وزارة الصحة لأغراض الإسناد الطبي. تستمر خلية الأزمة العائدة إلى وزارة الدفاع باجتماعاتها الدورية والطارئة وحسب توجيهات لجنة الأمر الديواني الرقم 55 لسنة 2020، مع تزويد السيد رئيس أركان الجيش بكافة المستجدات والتوجيهات الصادرة من اللجنة المذكورة. بناء على التوجيهات الصادرة من المراجع في وزارة الدفاع، تستمر القيادات والتشكيلات العسكرية والمديريات في كافة قواطع العمليات بتنفيذ حملة تعفير وتعقيم ضد فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على الصحة العامة. تفاصيل أكثر مع الزميل نصير البحار. مع بداية انطلاق تفشي وباء كورونا وانتشار عدد من الإصابات في المدن العراقية،
شمرت التشكيلات العسكرية عن سواعدها لتكون سنداً وعوناً للجهات الطبية والأمنية وحصن أمان للمواطنين من هذا الوباء القاتل، فكانت ولا زالت حملات التعفير والتعقيم مستمرة وبالتعاون مع مديرية الصنف الكيميائي والطبابة العسكرية لمنازل المواطنين والمحال التجارية ضمن الرقع الجغرافية لقواطع عمليات بغداد والبصرة وسامراء والأنبار ونينوى وباقي الفرق العسكرية التي أدت واجبها الوطني والإنساني تجاه أبناء الشعب بكل غيرة وتفان وإخلاص. توجيهات مستمرة من قبل أعلى مراجع ابتداء من السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الدفاع وكذلك السيد رئيس أركان الجيش بضرورة التعامل مع وباء فيروس كورونا وفق تعليمات التي تصدر من خلية الأزمة وكذلك تعليمات وزارة الصحة. لهذا كوزارة الدفاع أخذنا على عاتقنا منذ الأيام الأولى عمليات تعقيم وتعفير والقيام بحملات توعوية للضباط والمراتب في كل القيادات والتشكيلات وأيضا في مقر وزارة الدفاع. العمل مستمر بالتعقيم والتعفير، إضافة إلى ذلك جهود مديريتي الأمور الطبية ومديرية الصنف الكيميائي بالقيام بحملات تعفير مستمرة وأيضا محاضرات فيما يخص طرق الوقاية وكيفية التعامل. أيضا كان دور مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي كبير في هذه المرحلة من خلال مدراء الأقسام والشعب الإعلامية في قيادات العمليات والفرق وكذلك التشكيلات والوحدات، حيث تم إرسال محاضرات وكيفية التعامل مع هذا الوباء والفيروس. إضافة إلى ذلك كان هناك رسالة صوتية بثت من خلال مكبرات الصوت ضمن كل محافظات العراق من خلال إعلام وزارة الدفاع. المهمة هي تكافلية، نطلب من المواطن العراقي الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها وزارة الصحة، يكفي أن يبقى في بيته وباقي الأمور هي تقع على عاتق وزارة الصحة والأجهزة العسكرية والأمنية ووزارة الداخلية. الاستخبارات العسكرية كانت لها مساهمات مميزة في جانب التعفير والتطهير، وأبرزها حملة التعفير لناحية أم قصر جنوب محافظة البصرة، فيما اتخذ فرسان طيران الجيش من طائراتهم السمتية مرشات لمواد التعقيم ونفذوا العديد من الطلعات الجوية الصحية فوق مناطق سكنية مختلفة. أيضا لابد أن نشير إلى دور مهم هو دور قيادة طيران الجيش البطلة، مثل ما علمتنا في معارك التحرير دورها المميز، وأيضا لا زالت هي تقدم الإسناد لقطاعاتنا خلال العمليات النوعية والاستباقية، حيث باشرت قيادة طيران الجيش وطيارين الأبطال والفنيين من خلال أيضا توجيه رسالة صوتية ومن خلال مكبرات صوت. هذه المكبرات وهذه الرسالة قامت بإيصال رسالة للمواطنين من خلال الجو، إضافة إلى ذلك بالتنسيق من خلال فنيين الأبطال حيث تم نصب مرشات وقامت قيادة طيران الجيش وطائراتنا الهليكوبتر بعملية رش مواد تعقيم وتعفير ضمن محافظة بغداد وعدد من المحافظات. لهذا أنا أعتقد من المهم جدا ورسالتي لكل أبناء شعبنا وأبناء الشعب العراقي ضرورة الالتزام والتقيد بتعليمات وزارة الصحة والبقاء في البيت وأيضا التعامل مع هذا الفيروس الخفي بشكل صحيح، عدم الاختلاط، الملامسة، المصافحة إلى أن تنتهي إن شاء الله هذه الفترة، وإن شاء الله يعم الأمن والأمان والصحة على العراق وعلى شعب العراق. وسيبقى جيش العراق صمام أمان الشعب والوطن والحاضر في كل الشدائد والمحن والساند والداعم لكل الخطوات والمبادرات الوطنية والإنسانية لتجاوز كل ظرف عصيب إن شاء الله. لبرنامج حماة العراق نصير البحار. تسلم الجانب العراقي متمثلا بقيادة القوة الجوية قاعدة القيار الجوية من القوات الأمريكية، جاء ذلك بناء على طلب الحكومة العراقية. تفاصيل أكثر مع الزميل محمد الشويلي. بعد إنهاء مهامها القتالية سلمت قوات التحالف الدولي قاعدة القيار الجوية الواقعة جنوب مدينة الموصل إلى القوات العراقية،
وفق جدول زمني أعدته الحكومة العراقية لاستلام قواعد جوية أخرى. وجرت مراسم الاستلام بحضور ممثل رئيس مجلس الوزراء وقائد القوة الجوية. جرى هذا اليوم وبناء على طلب الحكومة العراقية استلام قاعدة القيارة، معسكر القيارة اللي تركه التحالف الدولي واللي هو ضمن قاعدة القيارة الجوية. هذا هو المعسكر الثاني الذي تم استلامه في ظرف أسبوع. بإذن الله تعالى سيتم استلام قواعد أخرى ومعسكرات أخرى ضمن رقعة البلد، من ضمنها كيوان في كركوك وقاعدة الحبانية، وأيضا هناك مقر صغير في مقر قيادة عمليات مينو سيتم استلامه بالقريب العاجل. من هنا نؤكد مرة أخرى على قدرة قواتنا المسلحة الباسلة بكافة صنوفها على حفظ وصيانة كرامة وسيادة العراق من أي عدوان خارجي أو من أي عمل إرهابي. قامت قوات الأمنية العراقية بكل جهد بمحاربة داعش وتحرير مدينة الموصل بالكامل من هذا المكان بالضبط، التي اليوم تم عملية التوقيع واستلام المعسكر من قبل قوات التحالف إلى وزارة الدفاع العراقية. استلام قاعدة القيارة الجوية وقواعد أخرى من قوات التحالف الدولي يؤكد قدرة قواتنا المسلحة في حفظ أمن وسيادة العراق من أي اعتداء آثم. بتوجيه من السيد رئيس أركان الجيش المحترم ومعاون رئاسة أركان الجيش العمليات، تم التوجه إلى قاعدة القيارة الجوية لغرض المشاركة باحتفالية انتقال المسؤولية من قوات التحالف إلى القوات العراقية. والحمد لله أشكر أتممنا المراسيم، وحاليا القاعدة بأكملها تحت سلطة القوات العراقية 100%. اليوم نشهد استلام قاعدة القيارة، هذه القاعدة اللي تمثل نقطة ارتكاز مهمة بالنسبة إلى قواتنا، ولذلك ما وصلت إلي قواتنا الأمنية من قدرة وإمكانية وقابلية في العمل والخبرة مكنها اليوم من أن تستلم هذه القاعدة وتدار ضمن جدول زمني وعد من قبل الحكومة العراقية. هذا الجدول بدءا بالقائم وانتهاءا بآخر قاعدة سوف يتم تسليمها إلى قواتنا الأمنية. بعد الاتفاق بين العراق وبين قوات التحالف الدولي جرى تسليم قاعدة القيارة الجوية التي كانت نقطة انطلاقا وقاعدة مهمة في ضرب داعش الإرهابي خلال معارك الموصل. محمد شويلي، إعلام وزارة الدفاع. وفي الشأن ذاته وبحضور ممثل عن رئاسة الوزراء وقائد مقر العمليات المتقدم في كركوك، وقعت اتفاقية لسحب القوات الأمريكية من قاعدة كيوان في كركوك بين الجانبين العراقي والأمريكي. تفاصيل أكثر مع الزميل كرار الربيعي. مشاهدي الكرام حياكم الله، ها نحن اليوم في قاعدة كيوان حيث سيتم تسليم هذه القاعدة من الجانب الأمريكي إلى الجانب العراقي. تم استلام معسكرين للتحالف الدولي، المعسكر الاول في قاعده القائم، والمعسكر الثاني في قاعده القياره الجويه العراقيه. اليوم نستلم مقر لمستشاري العسكريين التابعين للتحالف الدولي في معسكر كيوان العراقي. هذا المعسكر راح يسلم الى القوات العراقيه، لقوات الجيش العراقيه بشكل كامل إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة. قواتنا العراقية على كامل الاستعداد لتدمير أي محاولة يقوم بها العدو. هذا طبعا الموقع الذي شغله التحالف الدولي جاء بعد احتلال أو بعد قيام داعش بدخول مدننا في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى. الآن أكملت قوات التحالف مهامها وستنسحب من هذا المكان وسيستلم الجيش العراقي المبادرة وزمام المبادرة للقيام بعمليات تعرض ضد الإرهاب في كل ضمن قاطع محافظة كركوك. أبارك لكل أخوة المقاتلين ضباطا ومراتبا بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في هذا اليوم بتسليم قاعدة كيوان للقوات العراقية وبإشراف مكتب السيد القائد العام للقوات المسلحة. قد استلمت هذه القاعدة، وبهذا
نكون في محافظة كركوك كافة معسكراتنا وكافة قواعدنا تحت السيادة العراقية. فهذا منجز كبير ينضاف إلى منجزات الانتصارات التي تحققها قواتنا في المقر المتقدم في جنوب غرب كركوك بتدمير وقتل الإرهابيين المتواجدين للقضاء عليهم. بعد القائم والقيارة تضافرت الجهود لأن تكون قاعدة كيوان، وبعد اتفاقات بين الجانب العراقي والأمريكي أن تكون عراقية 100%. إعلام وزارة الدفاع كرار الربيعي. نفذت قطعات اللواء المشاة الآلي 37 ضمن قيادة الفرقة المدرعة 9 الواجب الخاص بإجراءات حظر التجوال في مدينة الصدر. بحسب توجيهات السيد رئيس أركان الجيش بتخصيص قطعات الجيش لتعزيز الإجراءات الخاصة بمواجهة وباء كورونا المستجد، باشرت قطعات اللواء المشاة الآلي 37 للفرقة المدرعة 9 بتطبيق إجراءات حظر التجوال ضمن مدينة الصدر. ابقوا معنا وهذه التغطية الخاصة. حسب توجيهات المراجع قام اللواء المشاة الآلي 37 بتنفيذ حظر التجوال في مدينة الصدر بمنع الأشخاص والعجلات من الحركة، وإحنا حالياً منتشرين على جميع أطراف المدينة ولله الحمد. يعني مثل ما تلاحظون أمامكم يعني سوق مريدي اللي يعتبر من أكثر الأسواق مكتظة بالسكان، الحمد لله يعني أكو تجاوب ويا السكان والمواطنين، ولكن إحنا المخالف يعني مثل ما تعرفون عندنا من إجراءات نسلم إلى مركز الشرطة حتى نمنع من انتشار هذا المرض الخطير. مشاهدنا الكرام، نحن الان في سوق مريدي احد اسواق مدينه الصدر اللي يشهد يعني كثافه سكانيه. الان المواطنين ملتزمون بحظر التجوال بالتعاون مع القوات الامنيه. من سوق مريدي راح ننتقل لمنطقه اخرى ونشوف جهود القوات الامنيه واستجابه المواطنين لهذه الخطه. باشرنا اليوم بإغلاق المحلات داخل سوق عريبة للحفاظ على المواطنين من انتشار هذا المرض. أكثر المحلات اللي غلقت هي المحلات اللي ما يحتاجها المواطن، أما بالنسبة للمحلات اللي مسموحة هي الأفران المواد الغذائية. أما بالنسبة للبقالة فكان توجيه السيد قائد الفرقة بأن تكون جوالة، يعني المواد البقالة تحمل في عجلات وتفتر داخل المناطق ويقوم يكون البيع من هاي العجلات حفاظا على المواطنين. كان اكو تعاون كبير من المواطنين وتعاون ايضا من القوات الامنيه مختلف صنوفها، قوات الجيش، الشرطه الاتحاديه، النجده، المرور، في سبيل انه نحصر حظر التجوال فقط بالاشخاص المسموحين به، وبالنتيجه هو لغرض حصر الوباء والقضاء عليه ان شاء الله. وزارة الدفاع تناشدكم وتوجه إليكم هذا النداء: أبناء شعبنا العراقي الأصيل، لأنكم أهل للمسؤولية الوطنية والقانونية، نناشدكم بالتعاون مع القوات الأمنية والكوادر الصحية لتطويق هذا الوباء الخطير والانتصار عليه. وسلاحكم الفتاك الذي يخشاه هذا الوباء وعدم مغادرة البيت إلا للضرورة القصوى، والامتثال التام للأوامر والإرشادات الأمنية والصحية والقانونية، واتباع طرق الوقاية المعلنة تجنبا للإصابة وحفاظا على سلامة الجميع، ويبقى تنفيذكم لأوامر وقرارات الجهات المختصة
ودليل وعيكم الوطني الكبير وحرصكم على تجاوز هذه المحنة بسلام إن شاء الله. إجراءات أمنية ووقائية تتخذها قوات الجيش العراقي بالتعاون مع الجهات المختصة لحماية المواطنين من خطر الوباء المستجد. من مدينة الصدر في بغداد لإعلام وزارة الدفاع فائق العطواني. تستمر قيادة فرقة المشاة السادسة بالمتابعة الميدانية للمواطنين للالتزام بحظر التجوال ضمن قاطع المسؤولية ومتابعة الأسواق التجارية لمنع احتكار السلع ورفع الأسعار، فضلا عن حملات التوعية الصحية. مباشرة قيادة فرقة المشاة السادسة بتنفيذ بحظر التجوال ضمن قاطع المسؤولية، قاطع المسؤولية قاطع واسع جدا، والحمد لله يتم التنفيذ تنفيذ مهني وحرفي فقط الاستثناءات تسمح لها بالتجول، ونشكر المواطنين ومقاطع المسؤولية التعاون التام مع قيادتنا لتنفيذ حظر التجول. مشاهدينا الكرام، نصل إلى فقرة بريد البرنامج حيث نستقبل فيه الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني الظاهر أمامكم أسفل الشاشة. نائب ضابط متقاعد انتصار حامد محمد: أختي العزيزة، بخصوص تعيين ابنتك وسن رشيد نعمان، أجابت المديرية العامة للأفراد لا توجد تخصيص درجات وظيفية بصفة مدنية في الوقت الحاضر. جندي مطوع عرفان بكر سوادي محل الزبيدي: أخي العزيز، بينت معاونية الإدارة بأن حالة الخدمة مستقيل على ملاك مقر الفرقة المشاة الخامسة، بإمكانك التقديم مرة أخرى على النافذة الإلكترونية الخاصة بمكتب رئيس الوزراء. نائب ضابط ناظم حنتير كاظم ذياب: أخي الكريم، أجابت دائرة التقاعد العسكري تم ترويج معاملة تقاعدية باسم ناظم حنيتر كاظم ذياب العوادي وتم إرسالها إلى هيئة التقاعد الوطنية. مشاهدينا الكرام، فقرات البرنامج مستمرة بعد الفاصل. عراقنا حبيبنا، سالم آمن، غانم معافى، نشم نسيمه العليل، ونرتوي من دجلة العذب وفراته الأصيل، فنحصن أنفسنا من كل هم وداء، فالوقاية خير من الدواء. أعراض فيروس كورونا: احتقان في الفم، سعال، حمى، صداع، رشح، ضيق في التنفس. طرق انتقال المرض: استخدام أدوات المصابين، رذاذ السعال أو العطاس، ملامسة المصابين. للوقاية من هذا المرض الفتاك، أعطت مديرية الأمور الطبية العسكرية جملة من الإرشادات، وهي: غسل اليدين جيداً بالمواد المطهرة، ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المزدحمة، استخدام المناديل عند السعال أو العطاس، تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد، المحافظة على النظافة العامة، مراجعة طبابة الوحدة عند الضرورة. للحفاظ على سلامتك نرجو الالتزام بالإرشادات. أهلا وسهلا بكم من جديد لتكملة بريد البرنامج. المواطنة نهى نجم خميس حميد: أختي الفاضلة، أجابت المديرية العامة للأفراد لم يرد اسمك ضمن قوائم تعيين الخريجين، ولم يرد ضمن القوائم الوارد إلينا من مكتب رئيس الوزراء. جندي مطوع حيدر علي صادق علي المالكي: أخي، أجابت المديرية العامة للأفراد لا توجد درجة وظيفية شاغرة لوزارتنا ولا في قانون الموازنة الاتحادية. وزارة الدفاع تناشدكم وتوجه إليكم هذا النداء: أبناء شعبنا العراقي الأصيل، لأنكم أهل للمسؤولية الوطنية والقانونية، نناشدكم بالدفاع.
بالتعاون مع القوات الأمنية والكوادر الصحية لتطويق هذا الوباء الخطير والانتصار عليه. وسلاحهم الفتاك الذي يخشاه هذا الوباء وعدم مغادرة البيت إلا ضرورة القصوى والامتثال التام للأوامر والإرشادات الأمنية والصحية والقانونية واتباع طرق الوقاية المعلنة تجنبا للإصابة وحفاظا على سلامة الجميع. ويبقى تنفيذكم لأوامر وقرارات الجهات المختصة ودليل وعيكم الوطني الكبير وحرصكم على تجاوز هذه المحنة بسلام إن شاء الله. مع تحيات مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع. أقامت مستشفى المثنى العسكري ورشة عمل صحية بمشاركة نخبة من الأطباء الصينيين الذين كان لهم دور كبير في مكافحة فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. من أجل مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره أقيمت ورشة عمل في مستشفى المثنى العسكري بحضور الملحق العسكري الصيني في بغداد. ألقيت خلالها ثلاث محاضرات طبية من قبل فريق الأطباء الاستشاريين من جمهورية الصين الشعبية الذين شاركوا بشكل مباشر في تشخيص وعلاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية. شكرا لكم، اليوم أشارك معكم الخبرات حول عندما في مجال أشعة. كل هذه الحالات معروضة في البي بي تي هي حالات إصابة مؤكدة في الصين، التهاب رئوي الأخرى وكذلك أعمار أمراض فيروسية أخرى. ولكن كطبيب في قسم الأشعة نساعده هو في حال قدرة تشخيصية بي سي آر غير متوفرة لابد من لجوء إلى السي تي ونشوف الصورة الشعاعية السي تي. طبعا هناك أعراض تيبيكال وصورة شعاعية تيبيكال، فإذا ظهرت مثل هذه الأعراض وهذه الصورة التيبيكال يجب سرعة علاج حول الأشخاص. كذلك غرف العمل للطبيب قسم الأشعة يجب يتم عزل بين هذا الطبيب والمصابين، يجب الحفاظ على المسافة الجيدة. كذلك بعد إجراء فحص لحالة إصابة المشتبهة يجب تعقيم الغرفة والجهاز لمدة معينة وثم بدأ الفحص للمرض التالي. الورشة تناولت العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالحفاظ على سلامة الأشخاص من عدوى الفيروس والوصايا والاحترازات التي يجب أن يتبعها المقاتلون في وحداتهم العسكرية. زارنا اليوم مجموعة من الخبراء الأطباء الصينيين، حقيقة الأطباء الاختصاص اللي قاموا بعلاج مباشر للمصابين بمرض كورونا فيروس في مدينة ووهان الصينية. ورشة العمل اللي حصلت اليوم كانت ورشة عمل مفيدة جدا للأطباء العسكريين، تحدثوا عن طرق التشخيص الوقاية والعلاج من هذا المرض. الإجراءات الوقائية أكدوا بصورة شديدة جدا عملية العزل، تقليل الاحتكاكات المباشرة، التجمعات ممنوعة من لعبات، لبس الكمامات، وأكدوا على لبس الكمامات بأنه مفيدة للحد من انتشار هذا الوباء. وتستمر وزارة الدفاع في بذل المزيد من الجهود الاستثنائية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي هذا الفيروس ومن أجل توفير بيئة آمنة والحفاظ على صحة المقاتلين. تفقد آمر لواء المشاة 51 التابع لقيادة فرقة المشاة 14 القطاعات العسكرية المنتشرة ضمن قاطع المسؤولية. تفاصيل أكثر مع الزميل علي سامي. ضمن الجولات التفقدية التي يجريها القادة الميدانيون، أجرى آمر اللواء 51 ضمن تشكيلات قيادة فرقة المشاة 14 جولة لقاطع المسؤولية، واطلع على التحصينات الدفاعية والدوريات والكمائن، وأبدأ بعض الملاحظات والتوجيهات التي تخص أخذ الحيطة والحذر وعدم الغفلة
أثناء تأدية الواجب. مستمرين حقيقة بتأمين قاطع المسؤولية من خلال العمليات الاستباقية والسيطرات المفاجئة والانتشار من خلال النقاط والكمان والدوريات، وإن شاء الله مستمرين. وهذه زياراتنا التفقدية نهارية وفي بعض الأحيان ليلية من أجل رفع الروح المعنوية للمقاتلين وأيضا التأكد من قيام جميع المقاتلين بواجباتهم. المقاتلون هناك يعملون بروح الفريق الواحد وفي كافة الظروف، مؤكدين استعدادهم التام لتنفيذهم كافة الواجبات المؤكلة إليهم خدمة لجيشنا الباسل وبلدنا العزيز. توجد كمان ودوريات مستمرة، وكذلك تخرج بعد الضياء الأخير وتنتهي بعد الضياء الأول، حيث تستمر الدوريات بعدها لتفقد الطرق وكذلك مسك النقاط الحيوية والمهمة بالقاطع، كذلك استمرار بتفتيش المناطق المأهولة والغير مأهولة بالسكان. والقاطع أمان، وحاليا تواجدكم في ناحية الزاب تابعة لعمليات صلاح الدين، والاستعدادات مع الجيش العراقي البطل استعدادات جيدة جدا. زيارة تفقدية تهدف للاطلاع والمتابعة المستمرة للقطاعات العسكرية، إضافة إلى اهتمام بالمقاتلين ورفع معنوياتهم والتركيز على أداء الواجبات باحترافية عالية. من محافظة كركوك، قضاء الزاب، علي سامي، إعلام وزارة الدفاع. بتوجيه من السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش، باشرت قيادة فرقة المدرعة التاسعة بتقديم الدعم والإسناد الأمني للقوات الأمنية العاملة ضمن محافظتي الديوانية والنجف لتطبيق فرض حظر التجوال لدعم الجهود الهادفة إلى حماية أرواح المواطنين ومنع انتشار الوباء المستجد. تفاصيل أكثر مع الزميل فاق العطواني. مسؤولية حماية المواطنين وتطبيق القانون يقع على عاتق القوات الأمنية التي أثبتت جدارتها في الأزمات الطبيعية والإنسانية. من محافظة الديوانية أعلام وزارة الدفاع، سيسلط الضوء على دور الجيش العراقي في تطبيق حظر التجوال الخاص بوباء كورونا. ابقوا معنا والتفاصيل. تنفيذ عملية فرض حظر التجوال في المدينة لغرض التقليل من الإصابات وانتشار مرض أو الفيروس كورونا في المدينة، وتم التنسيق مع الأجهزة الموجودة داخل المدينة على كيفية الانتشار ومسك النقاط المهمة والحوية بالمدينة لغرض تقليل من حركة المواطنين داخل المدينة. كلمة الداخلية للدفاع، احنا نشكف جهودهم المبذولة، لان هم هسه حاليا متواجدين هنا، هم لحد الان ما شايفين اهلهم، واكثر المنتسبين اللي يقولون هسه احنا صار لنا 30 يوم 40 يوم ما نازلين لاهلهم، واحنا بالنسبه هنا متواجدين وياهم واحنا اخوانهم وان شاء الله نكون عون لهم. والله اول شيء نقول الله يبارك بيهم ان شاء الله على هاي الجهود اللي يسووها، واحنا يعني نتمنى كل مواطن اللي ما عنده عمل ما عنده شيء يقعد ببيته، يعني احنا بس مجرد انه شغله ضروريه توفير مواد غذائيه، توفير منتجات سلع يعني غذائيه فقط. احنا الجيش جاي سهل هذا والنعم منهم، مدى يقصرون الجيش ولا الشرطه. بالنسبه للقوات الامنيه يساعدون الناس اللي عندهم حاله ضروريه، حاله استثنائيه، نشكرهم طبعا، نوجه شكرنا وتقديرنا للقوات الامنيه والقوات الشرطه وكل المنتسبين اللي متواجدين هسه حاليا بحظر التجوال على مود مصلحتنا. طبعا ما كاتلهم اي شيء الا هو على مود مصلحتنا حتى لا ينتشر هذا الوباء. نتيجة للتطورات الصحية الخطيرة التي سببها انتشار وباء كورونا وتأثيره على العالم بشكل عام، اتخذت الجهات الأمنية العراقية التدابير السريعة والحاسمة لحماية أمن البلاد وسلامة شعبه. من النجف الأشرف، سنسلط الضوء على دور الفرقة المدرعة التاسعة بهذا الخصوص. ابقوا معنا. We'll be right back.
احنا اجينا واجبنا هو انساني لحماية المواطنين من انتشار هذا المرض الفيروس الخطير، وحقيقة احنا نمد اليد العون لهم، وحظر التجوال هو اجل صالحهم يعني حتى لا ينتشر مرض. اجراءاتنا بالسيطرة بالمحافظة حسب توجيهات المراجع، بس تحرك القوات الأمنية ودوائر الصحة. باشرت قطاعات الفقه المدرعة التاسعة اللواء 34 بالواجب المكلف لها بتطبيق نظام الحظر داخل محافظة النجف. الحمد لله والشكر التمسنا اكو تعاون بيننا وبين ابطال الداخلية والمواطنين متعاونين ويانا همات. اكو مساعدات الصين من قبلنا، واكو القطاعات بين نقطة ونقطة، كذلك اكو مساعدات انسانية، يعني الحالة الطارئة، المريض، المعرف، الاعلام، الطبيب، العسكري، نسهل له امر. كلفنا بهذا الواجب الى محافظة النجف لغرض حظر التجوال وسلامة اهالي النجف من انتشار فيروس كورونا. والحمد لله والشكر الشوارع يعني الشرطة متعاونين ويانا والاهالي متعاونين ويانا، والحمد لله والشكر ماكو يعني اي شيء، بس تقدر حاليا تعبر بس الحالات يعني الحرجة وجاء تعبر المواد الغذائية. الالتزام التام بالقرارات الصادرة وتوصيات خلية الأزمة الصحية والتعاون مع القوات الأمنية يسهم في تجاوز تلك المحنة والوصول إلى بر الأمان. من النجف الأشرف لإعلام وزارة الدفاع فائق العطواني. يبذل منتسبو كتيبة هندسة ميدان قيادة فرقة المشاة 15 في محافظة نينوى جهودا كبيرة في التعامل مع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة وتطهير المناطق، فضلا عن إسناد القطاعات العسكرية في مختلف الظروف. تفاصيل في سياق التقرير التالي. عمل دؤوب ومتواصل يقوم به منتسبو كتيبة هندسة ميدان قيادة فرقة المشاة 15 في محافظة نينوى وبكافة أقسامها، سواء في إسناد ودعم القطاعات العسكرية أثناء تقدمها في المعركة أو تطهير المناطق والدور السكنية من العبوات الناسفة، والذي مكن الكثير من العوائل للعودة إلى مناطقها في المحافظة. دور كبير في العمليات العسكرية، حيث كان يتسابق رجال الهندسة العسكرية أمام القطاعات من أجل توفير المعالجة والجهد الهندسي، وهذا عامل مهم وأساسي في توفير الوقت وتقدم القطاعات بشكل سريع وإحراز النصر بشكل أكثر دقة وحزم. وبعد انتهاء العمليات العسكرية حقيقة كان لرجال الهندسة العسكرية دور كبير في تطهير الدور السكنية والدوائر الحكومية والمستشفيات والمدارس وكذلك الأراضي الزراعية، مما عزز من عودة الأهالي إلى مناطق سكنهم وعودة الحياة الطبيعية بشكل جيد. منتسبو سرية معالجة القنابل الغير منفلقة بذلوا جهودا استثنائية في تفكيك العبوات الناسفة واستخدام الروبورت الآلي لإبطال مفعول المقذوفات والمواد المتفجرة التي زرعها الإرهابيون لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء. استخدم الروبوت أو الرجل الآلي لاستخدام أو تفكيك العبوات الناسفة. يستخدم هذا الروبوت لأولا استطلاع المنطقة أو استطلاع العبوة، نشوف مثلا احتمال أكو وحدة ثانوية أو احتمال بها وسيلة يصيحوا لها وسيلة المغفلين، مصائد المغفلين يعني يصيد بها المعالج. فاحنا نستخدم ونستطلع المكان ونشوف العبوة شنو عليها من على الموبايل على شنو تعمل، يلا بعدين نتقدم لها. إذا كانت الأجواء ممطرة نستخدم التفجير الاعتيادي، وإذا مو ممطرة وجو اعتيادي معتدل نستخدم التفجير الكهربائي. العبوة الناسفة كانت موجودة على جانب الطريق، استطلع بها الريبورت، من كمل استطلاع الريبورت استطلعت بها أنا كمعالج عبوات ناسفة، استطلعت بها خلينا لها الحشوة المائية، نسميها احنا الحشوة المائية للتفجير لأن تقلل الأضرار وتفلش
العبوة الناسبة. ورا ما كملنا خلينا التفجير، شغلنا الفتيل انفجرت مثل ما شفت، دمرت المصدر مالتها تدمر. من تدمر المصدر مالتها راح نتقدم جسدي، نتقدم جسدي راح نشوف الأدلة الجنائية، العبوة بيش انفجرت، شنو انفجارها كان موبايل أم مسطرة، يعني ضحية أقصد للمعالج، وخليها هي خليها على جانب الطريق فنشوف الأدلة الجنائية لها. النائب ضابط علاء حبيب رفيع سرية معالجة العبوات ناسفة كتيبة هندسة ميدان فرقة 15. يبقى صنف الهندسة العسكرية من الصنوف المهمة والمتميزة في الجيش العراقي لما قدمه من دور بارز وفعال أوقات الحرب والسلم، فضلا عن مهامه الإنسانية أثناء حدوث الكوارث الطبيعية. ألف تحية للبواسل في صنف الهندسة العسكرية وهم يواجهون الموت من أجل بلدهم العراق وشعبه الأصيل. تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش، نظمت آمرية التموين والنقل التابعة لقيادة فرقة المشاة 11 حملة التعفير مناطق الشعب وحي التجار والبنوك في جانب الرصافة. تفاصيل مع الزميل سلام الربيعي. تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش، آمرية التموين والنقل لقيادة فرقة المشاة 11 تنفذ أكبر حملة تعفير لمناطق الرصافة ضمن قاطع المسؤولية. مشاهدينا الكرام، هذه الجولة ستوثق بالصوت والصورة من قبل إعلام وزارة الدفاع. بداية حظر التجوال وبداية انتشار فيروس كورونا، دأبت قيادة فرقة المشاة 11 بكامل تشكيلاتها ووحداتها وأمرياتها وصنوفها بتقديم المساعدة للمواطنين بفرض حظر التجوال، زائدا القيام بحملات تعفير وتطهير للمناطق شملت الأعظمية والقراعات ومدينة الصدر بقطاعاتها زائد الراجدية والحسيني، واليوم في منطقة الشعب للمرة الثانية. احنا الغاية من عندها هو تطهير المناطق ومنع حركة التجوال لإيقاف تفشي مرض أو فيروس كورونا. سيادة العميد، يعني هذه عمليات التعفير هل ستكون مستمرة طيلة أيام حظر التجوال؟ نعم، هي بدأت من صار حظر التجوال وانتشار الوباء كورونا بالعراق، وراح تستمر بصورة دورية إلى أن إن شاء الله تنزال الغمة عن البلد. قام اللواء 44 بإشراف السيد قائد الفرقة بعملية تطهير وتعفير كبرى لمناطق الشعب والبنوك وحي تونس، بضمنها الأسواق الكبرى اللي تضمن سوق شلال وسوق الألفين وسوق الصبح والشوارع الرئيسية اللي هي تقاطع صباح الخياط وشارع الملكة وكل هاي، وكذلك الأزقة والدور. خليك بالبيت وخلي الجيش يعفر وخلي الفيروس من منطقتك يطفر، والتزم بالتعليمات. شوف العالم كم واحد مات، وصل الجيش خلي يعفر. سلام الربيعي، إعلام وزارة الدفاع. مشاهدينا الكرام، نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، انتظرونا في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.